يعتبر الأخوان الرحباني نهراً لا ينضب من حيث الإبداع، إذ أغنوا الأرشيف الموسيقي اللبناني بعبقريتهم وتميزهم. فقد شكل عاصي الرحباني مع شقيقه منصور ثنائية فنية في التأليف والإخراج، ما أدى إلى خلق أعمال ضخمة نقلت المشهد الموسيقي العربي إلى مرحلة مختلفة. وتميزت الموسيقى الرحبانية من حيث اللحن والتوزيع ببصمة خيالية، فما بين النوتة والأخرى هناك مجموعة من المشاعر تختلط في آن واحد، فتحمل معها المستمع إلى أبعاد مختلفة. إلى ذلك استطاعت الموسيقى الرحبانية أن تعكس صورة المجتمع اللبناني، فترجمت فرحه وحزنه وأمله ومعاناته. هذا الإبداع الثنائي الذي تخطى كل الحدود كان لابد أن يتوج برقم ثالث، وهو الرقم الصعب الذي تمثل بالأيقونة فيروز وصوتها الملائكي، إذ حولت بإحساسها الراقي إبداع الرحابنة إلى رسالة سماوية، وخلدت اللحن والكلمة والتوزيع بأغنيات لازلنا نرددها حتى يومنا هذا. هلا انا بدي بلش باخوان رحباني كتجربه، هن كانوا مختلفين تماما وجايين مغيرين، كانوا تفكيرهم نابع من طبيعتهم، من الارض، من البيئه، من المناخ، باللغه تبعهم. صاروا ياخذوا من اللغه ويركبوا بالموسيقى، ومن الموسيقى باللغه، من الاوزان الشعريه يركبوا اكسانات موسيقيه. مثلا الليله تحدينا الدين، كانوا ياخذوا من كيف بيقولوا الموسيقى يقولوا الاكسان نفسها، يعني لانه ملوك بالشعر وملوك بالموسيقى وملوك بالتفكير تبعهم وبمسرحهم. كانوا هيك، كانوا مغيرين، اجوا بفوكابولير بتفرض عليك اكسان ريتميك مختلفة عن الحركة الوردية بالشعر المصري. اجوا من المدرسة السريانية البيزنطية، تأثروا بالتراث السرياني، تعلموا الموسيقى الغربية بشكل كتير منيح مع أناليز، ولما كتبوا كتبوا حالهم. صار في موسيقى إلى علاقة بالعصر، موسيقى إلى علاقة بالدراما بالتكست، صار في شانسون على تكست، صار في شان دراماتيك، مش كل الوقت ليريك، مش كل الوقت يضرب اجري بالارض لحتى يضرب الايقاع وبلش عمالي وانا ناغم وكل وقت اتصلته الحيط، مش كلها هيك. ما في شك انه عاصي ومنصور جابوا الفكر الى الفن، وهيدي اللي اختلفت عن الكل قبلهم. قبل الشعراء كان عندهم هموم ترجم لك اشياء من المجتمع، بس الاشياء الكبيره ما تسمى بمثلا المرأة وموارئيات والاسئله الكبرى وتاريخ الشعوب ومساراته وتفكيرهم وطرح الانساني والله وكل هالبعد هني طرحوه، ما كان مطروح بالاغاني تبعهم بهموم اليوميه. هون صاروا تونال بلشت الخمسينات تعمل ثورة تبعهم، ومن وقت موسيقتهم بلشت أكيد حوربوا كتير، حوربوا كموسيقى بقى مدة إنه 4 دقايق 5 دقايق تخلص القطعة، مرات بأفكارهم اللي تعتبر إذا بدك غربية، بس هيدي استقالة موهبة صوت فيروز يلي صار دخله تكنيك غربي نوعا ما. هي صوتها عنده الشرق، بس عنده المخمل تبع الغرب شوي بطريقة إطلاقة الصوت، البوزيسيون تبع صوته كيف هو هو، فهو مش مقلوب مثل الغلطة اللي بيعملوها كلهم في مدارس وأساتذة بهدلة ما بيعرفوا شيء، بانين مدارس وهمية وبيعلموا تلميذهم غلط ومطربين معروفين بيقلبوا صوتهم تيقلدوا فيروز. لا، فيروز صوته أصلي هو هيك، لما بتطلع لفوق بتعمل هيد فويس فظيع، وبتعمل فوا ميكس، وبتعمل هي تشست فويس فظيع، وبتعمل على هيك إذا بدها فلسته مرات، هيدي قوته. إذا بدنا ننطلق من نقطة عظيمة هي بال 55 لما راحوا على مصر، طلب منهم يعملوا شيء لفلسطين. قالوا لهم نحن ما رح نعمل أناشيد مثل اللي بتعملون أنتم بكائيين كثير وكلوا بيبقوا على الفلسطيني وعلى الشعب وعلى قتلوا مع بعضهم كثير وتشارعوا
قالوا له نحن بنعمل بدنا نعمله. عملوا راجعون اللي هي كانت كونتات مذهلة بسنة 55 كيف بيفكروا هيك بشعريا موسيقيا من اربع حركات يعني المستوى عالي من الشعر والموسيقى والافكار اللي كانت كتير افانجارد لوقتها. وهي هم انطلقت القضية الفلسطينية اذا بدك العمل الفدائي بلش من هون. وبعدين عملوا فيما بعد جسر العودة اللي هي كانت اصبحت اذا بدك حافز للفلسطينيين يتعلقوا بالارض وصارت تمثل فيروز للقضية الفلسطينية. اكيد لو تركت فيروز واحدة ما كانت عملت لهذا. وعاصي ومنصور يمكن لو ملتقوا فيها كانوا بده يضطروا يفتشوا على سبل تاني. صحيح فكرهم اساسي بس بدك حدا كمان. هذا الجمال تبع المجيء تبع التريو اللي التقى. بعدين اجت مهرجانات تبع الباك اون 57 بعت وراهم كميل شمعون. ما كان عندهم ثقة باللبنانية مثل العادة وشوي سنوبش الطبقة المخملية تبع المهرجانات. وهيك بيبعت وراهم كمان شمعون بيقول لهم لعاصي ولا منصور مش لحدا تاني في كم حدا بيصير يتبنيها يقول بيقول لهم يا من نيشينكم بعطيكم نيشين يا من نيشينكم منقوصكم. وطبعا بلشوا بلبناني أخضر حلو عطلال وصعقوا الناس وكانوا رافضين على فيروز عفوا اللي من قالوا له مين بكون جيبوا معكم كانوا هن بعدهم تأثير النصري يي لا هيدي بتنوح كتير وكذا انه اساس كتير الاغاني فيها هيك وعنيفة مرات بتصرخ ومدري شو هون قالوا لا 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 ما بدنا ما بدنا ما بدنا قالوا له نحن ما بدنا ونحن مضوع كونتراج النابي بليرة تخيل صفت اهم حدث ببعلبك فيروز. عاصي ومنصور فيروز حوربوا كتير بالبداية حوربوا بالاغاني بالاذاعات. تخيل انه الاذاعة السورية تبنتهم. تخيل انه صبري الشريف يلي امن فيهم لانه كان عقله نوعا ما انجليزي واجنبي انه في شيء موسيقى جديد طالعة هو بالشر الادنى من الناس اللي كتير امام لهم الانتاج ودعمهم وكان يشرف على التسجيلات وكان ايضا يشرف كمان بالمسرح معهم اكيد وفقا لهني شو بدهم يعني. يعني هاي كانت المرحلة هيك ونجح كتير هالاشياء. ب 58 صارت الحرب الاهلية 59 رجعوا اجوا عملوا شيء وبال 60 عملوا اول مسرحية فعلية اذا بدك قبلها عملوا مسرحية من فصل واحد اسمه العنزي. وبال 60 عملوا موسم العز كانت فيروز حامل عملوا مع صباح ووديع أول فكرة مسرحية من فصلين ونجحت كتير. إجت بعدين البعلبكية عملوا البعلبكية كانت رائعة كتأليف وكل شيء كعمل إذا بدك هو مسرحية وإنه بين مغنات ومسرحية إذا بدنا نقول. وكان فيها شغل فظيع بيخبرني بي كيف صوت البيانو من فوق بالحديد من ورا قد ما دارسين شتوكاوزن كانوا مدال أول شيء كيف دقوا على أوتار البيانو تعطوا أصوات غريبة يعني. قال لي كنت أقعد الليل اشتغل على شيء يطلع الصوت كيف يطلع. كانوا يشتغلوا هيك. بعدين اجت جسر القمر واللي كانت فظيعة واللي هي حكيت انه ضايعتين. هون بلشوا اللبنانية يفهموا انه اخوان حماني عندهم رسالة ابعد بكتير من انك بس تعمل موسيقى انه فولكلوريك وتطورها وبالشعر. وكان الشعر بعده على الوزن على القافية اوكي بالمسرحيات حتى او بالحوارات حتى. نجحت كتير وبلشوا بعدين 63 و94 عملوا عودة العسكر اللي هي كانت بلشت انتماء للوطن. اجت بعدين بيع الخواتي عم بتصير فيلم واجت المسرحية اللي هي كانت التورنينج بوينت لأخوان رحباني وبيقول لي يا منصور هي فخر الدين. اللجنة كانت بدها تعمل عن أمير بشير. منصور رفض قال لا هيدي انه أمير بشير كان دموي كتير. قرروا هو عاصي انه بنعمل فخر الدين. عملوا فخر الدين واللي هن بيشوفوه أكتر حدا كان إذا بدك بداية لبنان تفكير دولة لبنان. الموسيقى المودال اللي اشتغلوا عليها الأخوان رحباني اللي من اجوا عاصي ومنصور قالوا نحن الربع صوتي بيتوزع. وهون عكس المؤتمر القاهرة اللي صار سنة 32
قالوا انه لا ما بتتوزع مقاميه هي على الحل. لا اجوا عاصي ومنصور بلشوا يشتغلوا وكان يسمعوا منيح. هذا الجيني تبع الناس انه مثلا اذا على البيت على الري مثلا الري مع السول واللا والدوبيكار بيزبطوا كيف تحرك الكارتات بارالل كوردز كيف تعملهم طريقه كيف ترجع تحط اهم شيء عند بيت الرحباني عند عاصي ومنصور كان الباس دوني قبل ما كان له وجود تقلي كان يلحق الجمله الموسيقيه. هن كانوا دارسين منيح باخ دارسين منيح الكونتربون والفوج كانوا يعرفوا بالضبط يحركوا الباس تبعهم كيف كان عندهم ذوق فظيع فيه عندهم مستوى عالي من الارموني والافكار الجديده كانوا كتير جديد على العالم العربي وعلى مصر بالاخص. هون صار في مدرسه لبنانيه طلعت وقويه كتير بالشعر والموسيقى والاوركستراسيون كان عندهم استاذي باستعمال الكولور مع بعضها بالانسترومنت. ما عندهم آلتو يجيبوا اثنين أكورديون ويستعملون المد هني مثلا بالنص. ما عندهم مثلا هارب مرات القانون يستعملوه بطريقة كأنه هو هارب عملوا الإيقاعات على الهارب. أهم شيء هالآلة عملوا لها الريتم يعني بلشنا نسمع مثلا هيك صاروا يدقوا عليها كأنه إيقاع يعني هني أول ناس كتبوا هالشي. خلق منصور بال 25 عاصي خلق من 23 يعني ما افترقوا كل حياتهم وما حدا قدر يفرقهم انتبه ما حدا. وكان مرات يعمل عاصي كل شيء وحده بغنية مثلا ويحطوه بالاخوين ومرات منصور يعمل كل شيء مرات عاصي يعمل الموسيقى ومنصور الشعر ويوزع منصور ومرات العكس مرات منصور يعمل لحن وعاصي يعمل ما كله فيت ببعضه. ما عندك لك هذا المحيط الكبير عاملينه اثنين مش بقول واحد عامله لو واحد عامله كان تنتهي الفترة الرحبانية بال 63 64 ما بتوصل بعدين ما بيقدر يلحق الواحد. هل انه الوطن هني كانوا اكبر من الوطن؟ ايه مرات واحد بيقدر يكون هيك هني كانوا اكبر. هي انت الوطن بتصنعه مش هو بيصنعك صحيح لانه اهلك بيموتوا فيه لانك بتتعلق فيه لانك انت قررت تعمل سيادته وانت بتعرف تعمل الفخر تبعه والعز تبعه انت بتقرر حدوده وما حدا يفوت لعندك انت بتقرر كل هالاشياء بليك هو ماشي هو حجر وتراب. بيعرف روحها لفيروز هاللي ما بيعرف روح النكتة ما بيكون بيعرف شيء. من أجمل السيدات روح النكتة روح النكتة يعني بتضحك من قلبها عندها لفظ باللغة العربية هي عم تحكي هي عم تقول بالقصائد الفصحى والكلمات العادية فعلا رائع لفظة رائع. بعدين شفت عم تتمرن كيف تتمرن كيف تلقط اللحن كيف بتعيده دغري كنت تخبرني انه اوقات عاصي ومنصور يعملوا غندية الساعة 3 الصبح يفيقوها تاخد الموسيقى وترتجلها كأنها بتعرفها. فيروز امرأة كتير كتير موهوبة وقديش شفنا بدها أنا بعتقد شفنا النص الآخر ما حدا اكتشفه لسوء الحظ. وأنا بحبها كتير وبحب روحها وأكيد أكيد أنا متأكدة إنه لو صار إلها مجال وحرية كانت بحاجة لحرية مطلقة لحتى تقدر تعبر عن حالها بهذا الصوت الرائع.